هي فكرة الثورة مش فكرة جديدة، فكرة الثورة دي موجودة من زمان، علشان مشاكل في مصر موجودة من زمان، وللأسف المشاكل اللي كانت موجودة في مصر مشاكل ما بتتحلش إلا بثورة. لما السيستم والنظام كله يبقى خربان، مفيش أي حل غير إنك تدمر الأساس نفسه، الأساس ده ما بيتدمرش إلا بثورة، وللأسف حتى الآن الأساس ده لسه موجود ولسه ما اتدمرش. النزول في الأول بدأ وانا عندي 14 سنة لما والدي اتسجن. والدي كان عضو مجلس الشعب لمدة 10 سنين، وكان بيحاول يأسس حزب معارض بيعرض نفسه كبديل لنظام مبارك، وبالتالي اتسجن، اتحكم عليه بخمس سنوات سجن بعد ترشحه للرئاسة بتهم التزوير وكده. واحنا طبعا عارفين التهم دي كانت تهم باطلة وتهم ظالمة. فنزولي الشارع بدأ بكده. انا اتربيت على ان في صح وفي غلط، ومفيش حاجه تخوفك من انك تتكلم في سبيل الصح هنا وتتكلم بالصح. ده اللي بدا بنزولي، ولكن بعدها على طول بدات انضم لحاجات كتير مختلفه، لاي قضيه مستنده للمظلوم ضد الظالم. هي اول فكره ممكن تيجي في دماغي ان ده اول يوم في حياتي ابقى نازل في مظاهره وابص حواليا والاقي ناس اصحابي من نفس مثلا دوائر الاصدقاء. عادة الواحد كان بينزل مظاهرة وبيشوف الناس بتوع المظاهرات، بس فكرة انك تنزل مظاهرة وتشوف ناس تعرفهم او ناس اصحابك، ناس عمرهم ما نزلوا مظاهرة قبل كده، دي اول مرة ينزلوا فيها مظاهرة، دي بالنسبة لي كانت بالدنيا، علشان ده كان اول مرة احس ان حاجز الخوف اللي كان عند ناس كتيرة ده خلاص اتكسر. للأسف حاجز الخوف بدأ يتبني تاني، ولكن ما بيمنعش نفس العدد اللي كان ما بينزلش زمان، ما بيمنعهمش دلوقتي من النزول. فانا بالنسبالي اول حاجه بفتكرها حاجز الخوف اللي اتكسر يوم 25 يناير. فكره انك تبقى ماشي في مسيره وتبقوا المسيرات بتوع يوم 25 يناير ما كانوش كبار، يعني ما كانوش كبار قوي، بس مقارنه بالحاجات اللي احنا كنا بنشوفها زمان المسيرات دي كانت كبيره جدا. فكره انك تبقى واقف انت و 5000 واحد و 6000 واحد في الشارع بتتمشوا من المهندسين للتحرير بتهتفوا باسقاط حسني مبارك، دي بالنسبه لي كانت بالدنيا. ولحظه دخولنا التحرير ما كانش فيه عربيات خالص، كانت الشرطه مقفله تماما على الميدان. الشعور ده كان غريب، كان واحد فعلا حاسس انه دخل في حته مش مصر. فالموضوع لا، يعني برغم ان انا يوميها بالليل اتقبض عليا واتضربت واعتقلت، اليوم ده ممكن يعتبر احسن يوم، يعني احسن وافضل يوم في حياتي، عشان اول مره احس بجد الناس مش خايفه، وده شعور يعني عمره ما كان عندي قبل اليوم ده. لما الشرطه جت تفض الاعتصام اللي كان المفروض يبتدي يوم 25 يناير، لما جه فض الموضوع الساعه 1 بالليل او يعني 1 الصبح، يعني 1 الفجر، جروا الناس. طبعا كان في رصاص مطاطي وغاز وكل حاجه بتتضرب، وكانوا بيجروا الناس باي طريقه. كان في اول عربيه شرطه تتحرق في الثوره كانت هي دي، او في القاهره، كان تحت كوبري 6 اكتوبر في ميدان عبد المنعم. فوقفت وصورت، كنت بقول لا يا جماعه ما يصحش نحرق سلميه سلميه. بخلص الجمله دي وبصور بالايد الثانيه، لقيت مره واحده 200 واحد بيجروا علينا لابسين زي مدني، بس واضح ان هم بتوع يعني بتوع المباحث والامن المركزي، بيجروا علينا ونزلوا فينا طبعا ضرب وحاولوا ياخدونا كلنا. خدوني انا ومجموعه، بس خدونا بس كافراد يعني. ودخلوني على مدخل عماره في قدام المتحف. عماره المدخل كانوا هم عاملينه اسم، كانوا هم عاملينه اسم الشرطه كده مؤقت او حجز مؤقت، حاطين فيه كل الناس اللي هم قبضوا عليهم، طبعا شتايم واهانات ويعني قله ادب، قمه قله الادب والسفاله. كانوا هم فعلا شغالين ارهاب، يعني الواحد كان فاكر ان الشرطه بتدعي انها بتحمينا من الارهاب، لا، الواحد يوميها فعلا عارف يعني ايه الارهاب منهم هم. قعدونا شويه، معظم الناس كانت قاعده كانت بتخر دم، ناس مصابه، ناس مالهاش دعوه باي حاجه. وقفونا وشينا في الحيطه فتره، اخذوا مننا او اخذوا من الناس بطايقهم، بس ما خدوش مني انا بطايق، اخذوا تليفون وكان معايا تليفون تاني. طلعونا عربيه الترحيلات، قعدنا فيها الاول 45 دقيقه مثلا، ساعه لربع ساعه واقفين جوه عربيه الترحيلات. احنا كنا لا يقل عن 45 واحد جوه عربيه الترحيلات، مش عارفين نتنافس، ناس بيغمى عليها، ناس مصابه، ناس اتاخدت كده من الشارع ملهاش اي دعوه باي مظاهره.
كانوا لسه وقتها فاصلين التليفونات عن منطقه التحرير. في الاول عرفوا ان انا ان ابن ايمن نور موجود في عربيه الترحيلات، فقبل ما العربيه تتحرك دخلوا ونادوا عليا قالوا ابن ايمن نور اللي بشعره ونضاره ينزل. فانا قلت لهم مش هينفع اخرج، الناس كلها تخرج. فقال لي انت فاكرني هخرجك؟ قام قفل الباب وطلعوا عربيه الترحيلات. طبعا كان معايا تليفون تاني، فاتصلت بوالدتي ووالدي وهم حاولوا يعرفوا انا فين، وعرفوا بعدها انا فين. اتقابلنا على طريق مصر اسماعيليه الصحراوي، كانوا بيجروا هم ورا عربيه الترحيلات هناك. كان في كذا مرحله قبل كده لما عربيه الترحيلات وقفت وقالوا ابن ايمن نور ينزل في وسط الطريق، ابن ايمن نور ينزل. فانا قلت لا انا مش نازل لوحدي، كل الناس تنزل. فقالوا ابن ايمن نور ينزل، عدت انا نفس الجمله والموضوع خلص على كده. كان وقتها برضو معانا ناس كتير، ومن ضمنهم صحفي في ذا جارديان اسمه جاك شانكر، كان مسجل كل ده اوديو، كان مسجله اوديو على الريكوردر بتاعه. حاجه قعدنا في القصه دي مثلا 4 ساعات 5 ساعات. كانوا بيلففونا الاول جوه القاهره وطلعوا بينا على طريق مصر اسماعيليه الصحراوي علشان يدخلونا معسكر الامن المركزي. انا عشان كان معايا التليفون فعرفت ابلغ والدي ووالدتي انا فين، عرفوا هم يلحقوا العربيه على الطريق السريع. وأول ما عربية الترحيلات بتاعت الأمن المركزي وصلت عند المعسكر بتاع الأمن المركزي، واضح إن هما على البوابة ما كانش عندهم تعليمات بدخول العربية وباستقبال العربية، فهم كانوا المفروض ياخدونا على جوه المعسكر بتاع الأمن المركزي. فوقفنا قدام شوية، الموضوع أدى لإيه؟ لأن والدتي جت بالعربية من ناحية قفلت على البوابة بتاعة المعسكر بتاع الأمن المركزي، والدي جه بالعربية من الناحية التانية، وده اللي اتحكى لي عشان طبعا كنت جوه، وخالي برضو من الناحية التالتة. احنا طبعا كل ده جوه والناس قلقانة، الناس مش فاهمة ايه اللي بيحصل. بره كان في والدي ووالدتي واخويا وخالي وناس كتيرة بيتخانقوا بره مع العساكر، بيقول لهم هات المفتاح عشان تطلع حاجة. حاجة أدت لحاجة، دخلت واخد مفتاح الموتور العربية عشان العربية ما تتحركش. اخويا راح جاب تقريبا حتة حديدة عشان يحاول يكسر لنا الباب، وبعدين جم ناس تانيين برضو معايا وفعلا كسروا لنا الباب وفتحوا لنا الباب. الكلام ده كان على طريق مصر اسماعيلية الصحراوي، واحنا انا وال 45 واحد معايا نزل. كان ده مثلا الساعة 4 الفجر و5 الفجر. فنزلنا وطبعا كل واحد فينا مضروب وحالته حاله وكده، بس يعني الحمد لله الموضوع جه على كده. دي حكايتي يوم 25، لان ما اعتقلتش تاني في 18 يوم. هو بعد اللي حصل يوميها، بعد حاجز الخوف اللي اتكسر يوميها الصبح 25 يناير، لما في الاف من الجماعات في ميدان التحرير بيهتفوا باسقاط فصل مبارك ويقولوا الشعب يريد اسقاط النظام، بعد كده ما كانش فيه مفاجاه. كان يوميها لما كسروا لنا الباب وفتحوا لنا ما كانش فيه مفاجاه، ده كان جزء من الباكج بتاع اليوم العظيم ده.